العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها. العدالة الاجتماعية أمر لازم في كل الأقطار حتى يحس المواطن بالأمن الاجتماعي، وحتى يحس المواطن أنه يعيش بين زملائه من بني الإنسان وإخوانه وأهله وأحبائه ومواطنيه. والعدالة الاجتماعية تتمثل في نواحي عديدة، من هذه النواحي المستوى الحياة الذي يضمن للمواطن لقمة عيش طيبة دون أن يلجأ إلى السؤال، أي أن يصل إلى الفقير حقه دون أن يلجأ مرارا وتكرارا إلى المطالبة به. العدالة الاجتماعية تعني مجتمعا متساويا يشعر فيه كل إنسان بأنه حقه سيأتي دون مطالبة أو بأقل مطالبة. العدالة الاجتماعية تقتضي أن يدرك المواطن أن له حقا في العيش السليم، وأنه لن يظلم في حياته سواء كان بيشتغل أو عاجز عن العمل أو عاطل عن العمل. العدالة الاجتماعية تساوي في الحقوق والواجبات بين القوي والضعيف، بين الإنسان صاحب المركز الاجتماعي الكبير والإنسان الذي ليس له مركز اجتماعي. العدالة الاجتماعية تتمثل في أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وخاصة في الخطبة اللي عملها سيدنا أبو بكر عند تولي الحكم، وخطبة سيدنا علي بن أبي طالب عندما أرسوا سيدنا عمر بن الخطاب عندما أرسوا مجموعة من المبادئ: القوي فيكم ضعيف حتى أخذ الحق منه، والضعيف فيكم عندي قوي حتى أرد الحق إليه أو أخذ الحق له. هذه مجموعة من النقاط تتعلق بالعدالة الاجتماعية التي ينشدها المواطن. ولا يمكن أن يكون هناك عدالة اجتماعية في الجانب المادي فقط، إنما لابد أيضا من الجانب المعنوي. ولذلك لا تكتمل العدالة الاجتماعية بدون الكرامة الإنسانية. يعني ممكن تتوفر كل الماديات، هذا الجانب المادي للإنسان بحيث يبدو المجتمع متناسقا في عدالته الاجتماعية وتوزيع الحقوق، إنما إذا ظلت الكرامة الإنسانية مهدرة فهذا أيضا له علاقة بالعدالة الاجتماعية. فلا بد في العدالة الاجتماعية من اجتماع الناحيتين: الناحية المادية التي تكفل للإنسان حياة طيبة دون اللجوء إلى الشحاتة ولا إلى الاستجداء، وأيضا الجانب الإنساني المعنوي الذي يتمثل في الكرامة الإنسانية. للحريات العامة والمسار الديمقراطي يحتاج إرساء الحريات العامة وبروز المسار الديمقراطي وتحققه إلى مجموعة من المفاهيم والثقافة تسود في المجتمع فضلا عن الإجراءات. يعني الإجراءات المطلوبة والوسيلة التي تتحقق من خلالها الديمقراطية
حسب المفهوم الغربي هي الانتخابات، إجراء الانتخابات ونزاهة الانتخابات وشفافية الانتخابات. هذا الإجراء الذي يتيسر به المسار الديمقراطي. إنما إن لم يكن هذا في دولة مستقرة، وإن لم يكن هذا في دولة فيها ثقافة ديمقراطية وفيها احترام لحقوق الإنسان وحرية الإنسان كمفهوم تكون واضحة ومستقرة بعيدا عن العدوان على حرية الآخرين، لا تتحقق الديمقراطية بمسارها الصحيح. فالديمقراطية في المفهوم الغربي هي رأي الأغلبية واحترام هذا الرأي ممثلا في مؤسسات تقوم عليها الدولة، بشرط أن لا يكون هناك خداع، هناك نزاهة، هناك برامج، هناك تقويم للأداء، هناك محاسبة، هناك برلمان قوي يتكلم باسم الشعب ويمثل الشعب في حقيقته، هناك حكومة تقبل المحاسبة والتقويم، وهناك جهاز أو أجهزة تسهر على راحة الدولة والمواطنين، تقبل النزول دون إذا خسرت في الانتخابات دون أن تلجأ إلى الجيش أو القوة أو العنف أو السجون أو المعتقلات أو ما إلى ذلك. إنما في حالة زي حالة مصر الآن، حالة انتقالية، يعني المجتمع لا يستوعب تماما الحالة الديمقراطية، نتيجة أيضا الفقر ونتيجة الحاجة ونتيجة الضغوط التي تتم من اقتصادية واجتماعية، نتيجة الروح القبلية والعشائرية التي لا تزال في المجتمع، نتيجة تضليل الناس في اختيار على جانب ديني فحسب دون تقدير للمصلحة العامة أو جانب سياسي فحسب. فالمنظومة الديمقراطية منظومة متكاملة نجحت في الغرب بشكل جيد في معظم الحالات، إنما مصر كمرحلة انتقالية لكي تنجح الديمقراطية فيها في ظني كان لابد من استمرار المسار الثوري حتى تتحقق جميع المطالب، لأن البرلمان وحده بدون استقرار وبدون سلطات واضحة وبدون دستور واضح لا يستطيع أن يحقق المسار الديمقراطي دون مساندة قوية من أهل المسار الثوري أو الفعل الثوري. الدينية داخل المجتمع بعد ثورة 25 يناير، لا يستطيع الإنسان أيا كان أنه يعيش بمعزل عن الهداية الربانية، سواء كان مسلما أو مسيحيا أو يهوديا. ولو أن اليهود مثلا راعوا ما جاء في التوراة والتزموا كيهود لما شاهدنا ما يحدث في فلسطين، لأن الدين لا يأمر بالمنكر ولا يأمر بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يأمر بهدم المنازل أو طرد الناس من بيوتها أو ما إلى ذلك. ده مثال واضح على أهمية القيم الدينية. ولذلك أنا من أصحابي اليهود من هم يسموا أنفسهم ناتورا كارتا، أي يهود ضد الصهيوني وضد إسرائيل، ضد قيام إسرائيل. ليه؟ لأنهم فهموا التوراة فهما سليما.
ولو أن المسلمين أيضا والنصارى أو المسيحيون فهموا ما جاء في القرآن وما جاء في الإنجيل فهما سليما ودرسناه في المدارس وأجهزة الإعلام تبنته والمناهج التدريسية سواء في المدارس أو الجامعات أو الكليات أو المعاهد راعت مثل هذه الأمور وتم تنشئة الأسر نفسها على هذا الفهم ثم التزمت المساجد بهذا الأمر والكنائس بهذا الأمر لا انتشرت القيم الإسلامية والقيم المسيحية. وبالمناسبة أنا بصيت مرارا وتكرارا في الوصايا العشر ووجدت أنه لا فرق على الإطلاق بين الوصايا العشر التي نزلت على سيدنا موسى عليه السلام وتبناها سيدنا المسيح عليه السلام وبين ما جاء به القرآن. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحد في كل الأديان، التوحيد والتحريم الزنا، تحريم السرقة، تحريم القتل، احترام الوالدين واحترام الجيران وعدم النظر إلى المحرمات ومعاملة يعني المعاملة الحسنة لكل من البشر، هذا يجب أن ينتقل إلى المناهج التدريسية وإلى خطب المساجد وإلى أجهزة الإعلام والثقافة، فهي المناط بها نشر هذه القيم الدينية الربانية السماوية سواء كانت إسلامية أو مسيحية أو قيم يهودية من التوراة الصحيحة.